اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ليكن نور وصلي الى الله انك تتبارك من خلال فقرات هذه الحلقه انا بدعوكم حتى تشاهدوا معي هذه الحلقه حتى نلقي الضوء على موضوع في غايه الاهميه اخوتي واخواتي موضوع هذه الحلقه المحبه ام الكراهيه راح نشوف طبعا فكره المحبه واثرها ونتائجها وايضا الكراهيه شو بتعمل خليني اشجعك في هذه الحلقه انه فعلا انك تشاهد بقلب مفتوح وانك تصلي تقول يا رب افتح قلبي انا عاوز اعرف الحق وعاوز اختبر النور وعاوز اسلك في النور اول شيء لما مكتوب في سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض أول جملة في الخلق الله نطق بها قال الله ليكن نور فكان نور وأول عمل يعني أول كلمة تكلمها قال الله ليكن نور أول عمل عمله وقال الله أو وفصل النور من الظلمة وفصل بين النور والظلمة وهذا العمل من هاي اللحظة منشوف أهمية هذا الموضوع لأنه لا وجود ظلم مع نور فمن هذه اللحظة من طبعا من سقوط آدم أو من فترة سقوط آدم والعالم فعلا في معسكرين إما أنت بتحب الرب وبتعمل عمل الرب أو أنت تكره الرب وبتعمل عمل الشيطان فصراع منذ البدء بين الخير والشر بين المحبة والكراهية بين النور وبين الظلمة بين الحياة وبين الموت وأكيد أدركتوا معي في البداية أن غرض الله هو الحياة قد جعلت قدامك الحياة والموت فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك فإرادة الله للإنسان أنه يكون سعيد إرادة الله للإنسان فعلا أنه يعيش حياة مطمئنة هادئة بسلام يمتلئ بحضور الله ويمتلئ بمحبة الله والغرض من هذه الحلقة إحنا عم نشاهد شاشات التلفزيون ونسمع عن طريق وسائل الأخبار عن أحداث قتل وأحداث عنف بسبب الكراهية بسبب إنه هذا الشخص يكره مفيش أي سبب آخر بسبب الكراهية وطبعًا لازم يلاقي كبش الفداء يبررها بشكل ديني يعني في كتير أخبار عم نسمعها في هذه الأيام فمثلا نسمع عن عن كاهن كنيسة مار جرجس في العريش قتل برصاص مجهولين وهذا الكاهن كان عمره سبعين سنة سبعين سنة قتل بدون رحمة بدون رأفة في أحد المتاجر وهكذا أيضا في منطقة أو في بلدة طنطا في في مصر شاب طبيب صيدلي اسمه مجدي عطية جبريال عمره 33 سنة متزوج وعنده طفلين وجدوه مطعون بتسع طعنات في جسده ومذبوح طبعا الرقبة وهكذا نسمع عن الأحداث في في بغداد أحداث اللي صارت في الكرادة أكثر من 220 شخص بسبب شاحنة مفخخة انفجرت في السوق التجاري والناس يعني عم بتجهز وعم تشتري لعيد الفطر وبهذه المناسبة بحب اهني احبائي المسلمين في هذا العيد، فتصور الناس عم تشتري وعم تتبضع شخص او مجموعة في شاحنة متفخخة قتلوا اكثر من 220 شخص ومئات الالاف الجرحى وهكذا في اندونيسيا تسمع عن امور قتل وكل طبعا معظم هذه الاحداث اللي بنتكلم عنها يعني المسؤوله عنها داعش في السعوديه استشهاد اربع رجال امن حتى في المكان المقدس لدى المسلمين عشرات القتلى والجرحى في انفجار في بنغلاديش في مطار تركيا طبعا أكثر من 36 شخص والحادث اللي المؤلم اللي صارت في أورلاندو في أمريكا بيتصل في الشرطة ويقيل أنا أعلن ولائي لداعش وهكذا أحبائي كتير منشوف أنه شخص كمان بيدخل مطعم بيطلب من بعض الناس يرددوا آيات قرآنية إسلامية الناس اللي ما عرفت اللي هم الاجانب يابانيين واخرون ذبحوا في داخل المطعم وهكذا فكل هذه الـ 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 الاحداث حدثت باسم الدين حدثت لانه في داخل الانسان كراهيه شديده لكل شيء يسمى خير او نور او اي شخص بيختلف معه، فهذا الشخص يكره كل شيء حتى يكره نفسه ولهذا السبب منشوف أحداث العنف وأحداث الكراهية وأحداث القتل رح أتكلم عن الكراهية أم المحبة ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير المحبة أم الكراهية وهذا عنوان الحلقة اليوم وأنا بصلي من كل قلب أنه فعلا الرب يفتح قلبك وأنه اليوم يكون في شيء يجري في حدث في حياتك وأنك تتصل وبصلي من كل قلب أنه يكون هذا اليوم خلاص لنفوس كثيرة وبصلي أيضا أنه الرب يكتب أسماء جديدة في سفر الحياة الرب يسوع حسم الأمر وضح هذا الأمر بكل وضوح قال الرب يسوع في من ثمارهم تعرفونهم هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية فالشيء أحبائي واضح أن الثمر هو الامتحان والثمر هو اللي بيعبر عن هويه وعن كيان الشخص، اذا فعلا محب ام كاره وكل ثمر سواء المحبه ام الكراهيه لابد ان تظهر في حياه هذا الشخص. والرب يسوع ذكر هذه الايه، خليني اقراها واقتبسها. ان الذي يخرج من الانسان ذاك ينجس الانسان، لانه من الداخل من قلوب الناس تخرج الافكار الشريره هذه الافكار الشريره زنا فسق قتل سرقه طمع خبث مكر عهاره عين شريره تجديف كبرياء وجهل ايضا وكم من الامور اللي تعمل بسبب الكبرياء وكم من الامور التي تفعل بسبب جهل الانسان يجهل معرفته عن الله ويجهل الاخرين كيف يؤمنون وكيف يسيرون او يسلكون من الحياه في الحياه انا عاوز اقول في البدايه من السهل جدا ان الانسان يكره من السهل جدا ان الانسان يكره صعب جدا ان الانسان يغفر ويسامح ويحب هذا يتطلب تغيير تجديد يتطلب عمل الهي في الكيان وفي قلب الانسان ايضا. فاذا يقول الكتاب المقدس من يبغض اخاه من يبغض اخاه فهو قاتل نفس مش مهم شو الناس بتنظر لك في نظر الله شو هو بينظر ولما بينظر الى قلبك شو عم بشوف داخل قلبك؟ ولاحظ مثل ما قرأنا من القلب تخرج الافكار الشريره ومن ضمن هذه الافكار الشريره يقول الكتاب المقدس القتل فعندما تخرج الافكار بتتبلور الى حاله قتل كما ذكرت من يبغض اخاه فهو فهو قاتل نفس من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة قد أعمت عينيه يعني هذا الإنسان يصبح أعمى روحيا وهذا العمى الروحي يقود إلى كراهية مريرة في داخل الإنسان يصل أن الكتاب يصف حالة هذا الإنسان أنه من يبغض أخاه فهو قاتل نفس الكتاب المقدس يلخص بايتين تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك ومن كل قدرتك وتحب قريبك مثل نفسك وعندما اراد احد اليهود ان يبرر نفسه سال المسيح من هو قريبي الرب يسوع المسيح اعطى مثل اللي بنسميه مثل السامري الصالح رجال متدينون جازوا وعبروا بجانب هذا الجريح بين حي وميت لم يفعلوا شيئا لكنه يتكلم عن سامري غريب الجنس اظهر المحبه اظهر الاحسان اظهر الرحمه والشفقه على شخص بين حي وميت مش من شعبه لكن من شعب اخر وفعلا عالجه ودواه فقال المسيح سأل من من هؤلاء طبعا الذي صنع معه الرحمة فإذا الرب يسوع واضح في تعليمه إنه المحبة أكيد تنتج ثمر كثير والمحبة ذاتها هي ثمر الروح الروح القدس أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام الإنسان اللي بحب بيكون فعلا فيه محبة وفرح وسلام ايضا. عكس هذه هذا الثمر اللي بيتكلم عنه الرسول بولس الى اهل غلاطيا الاصحاح الخامس بيتكلم عن اعمال الجسد اللي هي بغضه غضب وكراهيه ايضا اللي بتعكس عن ثمر الانسان وحياه هذا الانسان الغير مختبر الشخص الذي فعلا بعيد عن الرب مليء في الكراهيه. فالسؤال ما هي الكراهية الكراهية أحبائي مش بس تعبير أو مشاعر عاطفية لكن الكراهية فيها شيء تعمدي سبق الإصرار فيه تفكير في طبعا أكشن فيه إرادة اللي بتقود الإنسان فعلا يرتكب حمقات ويرتكب إجرام ويرتكب أمور شنيعة وفظيعة في اسم الدين في اسم الله وفي أي اسم آخر لا يتفق معه فإذا الكراهية هو أكثر من تعبير عن مشاعر الإنسان أنه يكره فالكراهية تقود الإنسان إلى سبق الإصرار وإلى الإرادة التعمدية أنه يفعل شيء معين فالناس التي ترتكب الجرائم مثل ما سمعنا في فلوريدا في النايت كلاب شخص كان بفكر راح ورجونا انه هذا الشخص كان بيروح للمكان وكان عم بيدرس هذا المكان وعم بفكر وبيطلع على هذا المكان واخيرا جاب السلاح وقتل بدم بارد ان يقتل بهذه الطريقه هذا واضح جدا انه وصل قلبه الى حاله البروده فخسر نفسه خسر حياته خسر أبديته أيضاً يعني هو حالياً قابع في جهنم النار ومش بس يعني خل عائلات كتير تحزن وتبكي على هذا الألم اللي مروا فيه بفقدان أحبائهم ليه؟ كله بسبب الكراهية فالكراهية أكثر من تعبير أكثر من مزاج الكراهية لما الإنسان بيصل لحالة الكراهية بيعتبر الشخص الآخر لا قيمة له ولما بيصبح الإنسان في حالة الكراهية بيصل لوضع ينبغي قتله ينبغي هدمه هذا الشخص المقابل اللي أنا بكرهه غير مستحق الحياة يعتبر نفاية يعتبر زبالة هذا الشخص اللي أمامي يعتبر رخيص مع انه الرب يعني في الكتاب المقدس بيتكلم عن قدسيه النفس وانه الرب في الشريعه في العهد القديم يعني امر انه القاتل يقتل بسبب قدسيه هذا هذه النفس ولكن هؤلاء الناس يطلقون العنان لانفسهم لكي يكرهوا ولكي يبغضوا ولكي يقتلوا الاخرين غير مكترثين وغير مبالين في حياه الاخرين. هذا الشخص طبعا يصل الى وضع انه فعلا غير قابل للغفران يعني مش عاوز يسامح مش عاوز يبارك عم بيكره كل شيء حوله حباي اسمع بكل وضوح انا عاوز اكون صريح معك تعرفوا انا تعرفت على شخص غير مسيحي هذا الشخص من خلفيه اسلاميه كان وصل الوضع كان بيدرس في جامعة، شخص مثقف جدا، متعلم جدا، مسلم، كان بحب عائلته، بحب أهله، وبحب الناس اللي حواليه، كان بيدرس في فرنسا. هذا الشخص في يوم من الأيام عن طريق بعض الأصدقاء فعلا أثروا عليه وابتدى يدرس الإسلام، والاقصى الاسلام هون ب... يعني بتكلم ب... بدون اي طبعا بتكلم بكل احترام انا بتكلم على بالضبط يعني الكلام اللي هو حكاه وابتدا ياخذ ايات معينه اللي بتتكلم عن القتل والكراهيه وابتدا يتدرب وهذا الشاب انا بتكلم عن بالضبط شو اللي صار معه ابتدى ينطوي على ذاته طبعا بشهاده اهله ايضا اصدقائه عارفهم كويس وهذا الشخص ابتدى ينطوي على ذاته، ابتدى انه يعاند ويعارض كل الاصدقاء اللي كانوا معاه في الجامعه، اتطور الوضع معاه انه صار يروح على البيت كان يجلس لوحده امام الكمبيوتر في غرفه مظلمه مش عاوز يتقابل مع الناس، هذا الناس هذا الشخص وصل الى وضع ابتدى ما يسلم على امه، وابتدى يكره كل من حوله وابتدى يزداد سوءا إلى تقريبا عملية غسل الدماغ أنه صار يكره بيته أمه أهله أنا بتكلم عن قصة واقعية حدثت يمكن بعض الأشخاص بشهده يمكن يتعاطفوا مع اللي بقوله أنا يمكن البعض عم بمر في هذه المراحل يعني كان شخص كويس إلى أنه فعلا لما ابتدأ يدرس هذه الآيات اللي بتتكلم عن العنف، وابتدأ يتابع بعض الحركات الإرهابية، فصمم أنه خلاص أنه ما في أي نفع للحياة، صار كل هدفه أنه عاوز يروح للجنة ويكفل الجنة، وكان الفكرة أنه بكفالته إلى الجنة لازم يكره لازم يقتل الآخرين، ولازم يروح يعني يعمل شيء يعني في سبيل الله. وكان على وشك انه انه يروح الى افغانستان حتى ياخذ التدريبات هناك، لكن فعلا نعمه الرب لمسته بطريقه معجزيه، بطريقه معجزيه، شخص كان عينيه مسكره وقلبه مظلم، انفتحت عينيه وقلبه اشرق بنور المسيح، واكتشف شو اللي انا بعمله؟ فالتغير اللي صار انه كان بيكره كل شيء حواليه، حتى عيلته، حتى امه، في حد بيكره والدته، حتى امه كرهها بسبب العقيده، بسبب ايمانه، وكان عاوز ينفذ امور مشان يكفل ابديته. لكن نشكر الله انه نعمه الرب لمست هذا الانسان وتغير تغيير جذري. وانا عاوز اقول اليوم انت بتشاهد، يمكن انت متزمت، متعصب، أول ما بتطلع على نزار عم بتسب وعم تلعنه وعم بتقول أمور، أنا عاوز أقول لك كل ما بتسب وبتلعن، الكتاب بيعلمني أنه الرب رح يباركني وبحوش هاي بركات لإلي، وأنت لما بتلعن آخرين لما بتنظر، أنت خليني أسألك سؤال. لما بتمشي بالشارع وبتشوف ناس مختلفة عنك، شو هي نظرتك؟ بصراحة جاوبني، شو هي نظرتك؟ لهؤلاء الناس. وعلى فكرة أنا مش بس بسأل المسلم بسأل المسيحي كمان إذا أنت بتمشي بالشارع وبتشوف ناس بتختلف عنك بتشوف نساء محجبات أو منقبات وبتشوف ناس بدقون بلحة شو تفكيرك عنهم هل هو في في داخلك محبة مسامحة شفقة بتصلي من أجله بتحبه عم تطلب من الرب إنه ينيره أو يهديه أو أنت كمسلم تنظر إلى المسيحيين كفرة تنظر اليهم انه لا يستحقون الحياه، جماعه نجسين رجسين كذا انت بتحكم على الكل بمجرد شو انت تعلمته من غير ما تدرك من غير ما انك انت فعلا تسال انه يمكن هاي الناس فعلا ناس كويسه ومنيحه وفعلا ناس هي محبه وهل الدين يقود الانسان انه يكره؟ عايز اقول لك اذا الدين بقول لك اقتل، اذا الدين بقول لك ما تحب الشخص ثاني، اذا الدين بقول لك ما تسامح إذا الدين بقول لك أنك تنظر إلى أي شخص آخر أنك تلعنه وتقول له كافر أو تحكي كلمات سلبية عنه أنا بحب أكد لك هذا مش دين هذه مش طبيعة الله اللي أنا بتعلمها من الكتاب المقدس وأنا بتكلم على فكرة بإنصاف لأنه أنا ما كنتش أعرف المسيح وكنت بعيد كل البعد عن المسيح لكن لما اتقابلت مع المسيح تعرف شو؟ أول شيء الرب غير حياتي غير الكراهية اللي فيه إلى محبة وكلنا في الشرق الأوسط عندنا مشاكل دينية عنا مشاكل سياسية عندنا مشاكل في التقليد في العادات والثقافات ووائل آخره كلنا في الهوى سوا وعلى فكرة كلنا متساويين عندنا احتياجات جسدية عندنا احتياجات نفسية وعندنا احتياجات روحية وعك تظلم شخص تاني ما تكون منصف عك تتكلم على شخص لأنك أنت بيختلف عنك كل شعب له تميزه كل شعب اكيد في اشياء حلوه في الناس ليه بتاخذ الامر بشكل سلبي انا بدعوك اليوم فعلا انه تطلب ترفع عينيك للرب تقول يا رب غيرني غيرني من جوا وانا اذا انت صليت فعلا هاي الطلبه بحب اسمع منك لكن اذا انت فعلا هذا الشخص اللي مش عم بتحب عم تكره عم تنظر باحتقار للناس التانيين انت عم بتهين الله مثل ما اتقابل الرب يسوع مع شاول الترصوصي قال له شاول شاول لماذا تضطهدني انت بتعمل في اتباع المسيح انت عم تعمل في يسوع المسيح مباشرة الكتاب بعلمنا ان الرب يسوع هو الرأس ونحن جسد المسيح فانا بصلي من كل قلب انه فعلا تكون رجوع الى الله بعد هذا الفاصل بحب اسمع رأيك رح نفتح خطوط الهواتف اذا عندك اي مداخله بحب اسمع منك ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين الكراهيه الكتابيه نقدر ننظر لها بنظرتين العمله ذات الوجهان نظره ايجابيه ونظره سلبيه يعني نكره مثلا الامور اللي بيكرهها الرب فطبعا احنا مدعوين نكره, نكره الامور اللي الله بيكرهها فمثلا الكتاب بيقول في مزمور 97 ايه 10 يا محبي الرب ابغضوا الشر يعني اكرهوا الشر مدعوين احنا نكره الظلمه واعمال الظلمه لا تشتركوا في اعمال الظلمه غير المثمره بل بالحري وبخوها ونحن الان نسلك اسلكوا ليس كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم يعني إذ هم مظلمو القلب يعني من جوا عتم أظلم هذا القلب فينبغي أن نكره الظلمة وأعمال الظلمة بسبب الخطية الكتاب المقدس في يعقوب أربعة أربعة بقول أيها الزنا والزواني أما تعلمون أن محبة العالم هي عداوة لله الرسول يعقوب يتكلم بوضوح عن هذا الامر الرسول يوحنا يقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم ان احب احد العالم ليست فيه محبه الاب لان كل ما في العالم شهوه الجسد شهوه العيون وتعظم المعيشه هذا ليس من الاب بل من العالم العالم يمضي وشهوته اما الذي يصنع مشيئه الاب يثبت الى الابد ولما الكتاب بيقول لا نحب العالم طبعا في اللغه الاصليه في ثلاث معاني للكلمه في العالم اللي هو الخليقه والكواكب وكل كل هذا الكون جميل ونحب هذا الكون لانه خليقه الله ثم العالم لانه هكذا احب الله العالم هو الناس ينبغي يعني انه نحب كل الناس بدون اي استثناء تحب العدو تحب القريب تحب كل البشر بدون اي حاجز بدون اي فاصل لكن هم يتكلم لما بيقول لا تحبوا العالم بيتكلم عن نظام هذا العالم عن قيم هذا العالم عن فلسفه هذا العالم عن مبادئ العالم الشرير فمثلا العالم يبغض الرب يسوع العالم يبغض الكنيسه او يبغض شعب الله اذا مثلا منقول على بعض الخطايا أو الممارسات في بعض الشعوب إنه هذا خطأ فنعتبر نحن شواذ وكأننا فاعلي شر كما يقول الكتاب وإنه نضطهد من أجل البر من أجل الإنجيل من أجل اسم يسوع ونضطهد كأننا فاعلي شر لأنه منقول مثلا الإجهاض حرام ممنوع إنه هذا قتل نفس لأنه الطفل اللي في داخل في الرحم هو نفس مخلوق على صورة الله واليوم ملايين في الشرق وفي الغرب الناس عم بتقوم في عمليات الإجهاض وعدا عن الشذوذ الجنسي والزواج الشاذ كله لو إحنا ما وفقنا نعتبر شواذ ويل للقائل نور ظلمة ظلمة نور خير شر أو شر خير فإذا إحنا مدعوين نكون منختلف عن هذا العالم فمحبة هذا العالم هي عداوة لله فهذا النظام الشرير الفاسد هو ضد نظام الله انتم أنا مدعو أن نكره الخطية ونكره الشيطان اللي بسبب الخطية ولاحظ الشيطان مكتوب عنه كان ذاك قتالا منذ البدء فالشيطان هو اللي بحب القتل والعنف والكراهية والرب يسوع وصف الشيطان أنه قتال والرب يسوع وصف الشيطان أنه الكذاب وأبو الكذابين فأي كذبة سواء صغيرة كبيرة بيضة سوداء في نظر الله القدوس اللي يعني أطهر من أن تنظر الشر كل كذبة هو من عمل الشيطان فالشيطان قتال الشيطان كذاب الشيطان مكار اللي بيمكر عم بي بيغوي قلوب الناس عم بيغويها حتى يرتدوا عن عبادة الله الحقيقية نحن مدعوون أن نسلك كما ذاك كيف ما سلك الرب يسوع نمشي كلما اسمعك كويس كلما تقربنا من الرب يسوع المسيح ازددنا لمعانا ونورا وانعكاسا بشخص يسوع المسيح كما أن القمر يستمد نوره من الشمس هكذا المؤمن أنا قبل الإيمان كنت بكرة كنت ببغض كنت كان في خطايا كتير ظلمة ضياع خطية عندما تقابلت مع الرب يسوع المسيح أشرق في حياتي لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح. عايز اقول لك كل ما بتنظر الى وجه يسوع المسيح وكل ما تتقرب من يسوع المسيح بحضوره وقراءه كلمته والصلاه والاقتراب منه لابد ان تكون مشابه صورته تتشبه صوره المسيح وهذه اعظم شهاده تقال على المسيحيين انهم فعلا اتباع او تلاميذ يسوع المسيح، بهذا يعرف العالم انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض، فانا بصلي من كل قلبي انك اليوم تزداد تشبها بالمسيح، ولما بتتشبه بالمسيح لابد ان تعمل اعمال المسيح، لابد ان تتكلم اقوال المسيح ولا بد أن تعكس نور يسوع المسيح في حياتك أما أتباع الشيطان كلما ازددت كراهية كلما تشبهت بالشيطان أكثر وكلما كان في فكر عنيف في داخلك فأنت تتقرب أكثر للشيطان وتتشبه بالشيطان لأن الشيطان يكره الشيطان يمكر الشيطان يكذب والشيطان يقتل يريد أن يهلك أنفس الناس اسمع ما قال الرب يسوع عن الشيطان السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك السارق لأنه لص عاوز يأخذ أملاك غيره كل أملاك غيره حلال لإله عاوزها يكوش طمع والطمع الكتاب المقدس بيسميه الذي هو عبادة الأوثان يعني هذا الشخص اللي بيطمع في امراه غيره، في املاك غيره، في مقتنى غيره، الكتاب بسميه طماع والطماع هو عابد او ثان لانه بس في ديانتين في هذا العالم. اما ان تحب الله او تبغض الله، لا يقدر احد ان يخدم سيدين اما الله او المال، فتحت ديانه المال تيجي السياسه مظاهر التدين الخارجي وكل إرسالية التي ترفض إرسالية يسوع المسيح وكل تعليم يرفض تعليم الرب يسوع المسيح فهذا فعلا أنه يوافق ويتبع تعليم الشيطان وهذا يتبع على الجميع بدون أي استثناء مع احترامي ومحبتي للجميع سواء كنت مسيحي، مسلم، بوذي أي خلفية عم بتشاهدني هذا الواقع يا انت بتحب الرب وبتتقرب للرب وبتتشبه للرب عارفين شو الكتاب بقول؟ لان الله محبه هل قال لك احد انه يحبك؟ اي نبي هل اي نبي قال انا بحبك؟ هل اي كتاب بقول لك يعني الرب يتكلم معك بقول انا بحبك لدرجه انا مستعد اقدم نفسي من اجلك تعرف الناس عم بتحارب عم بتقتل تعرفوا ليش عاوزين يرضوا هذا الاله وما هواش اله ما اله بصراحه فانا بدعوك اليوم انه فعلا تحسم الامر في حياتك فانت بتتبع القائد وبتتشبه بالقائد والسؤال مين هو القائد بتبعك هل اللي ببث الكراهيه ولا المحبه والمحبة إلها ثمر والكراهية طبعا إلها ثمر حباء شيء آخر الكراهية هي خطية القلب مدفونة جوا هي أفكار الكراهية هي عمل من أعمال القتل في نظر الله فالشخص اللي فعلا بيكره في نظر الله هذا الإنسان يعتبر قاتل وأجرة الخطية هي موت. هي موت. فالكراهية هي مثل السم. يعني الشخص اللي بيكره كانه فعلا فعلا عم بيشرب سم. أول شيء بضر نفسه، هو بك يعني بضر نفسه وبعدين بيدمر داخله وبدمر حياته وبدمر مستقبله. وبيدمر أبديته يعني تصور إنه بيكون مخدوع وللأسف لمصيب الكبرى بقضي الأبدية في جهنم النار وهو لا يدري ليه لأنه ما طلبش النور والاستنارة الروحية في حياته تعرف أحبائي كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس فهو قاتل نفس أنا فعلا بدعوك اليوم مرة أخرى إنك ما تدمر حياتك من جوا في الداخل وتدمر شهادتك حتى إذا أنت مسيحي ومش عم بتسامح وبتكره ومش عم تغفر أنت عم بتدمر شهادتك أنت عم بتدمر حياتك الكتاب بقول لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس كل الجسد فالكراهية خطية مدفونة جوا مثل سم عم بيوكلك من جوا وانت عم تتحول الى مرارة غضب مختزن في الداخل عم تتفجر مثل البركان عم بيغلي جوا غليان غليان وفي احد الايام هذا البركان سوف ينفجر وبتأذي حالك وبتأذي كل من حولك خليني اقول لك شغلة بصراحة خدها يعني من الاخر الناس ما بتحب تكون مع اي شخص مليان غضب او مليان كراهيه، المجتمع حتى بيلفظه الشخص اللي عنده الكراهيه ما عندوش اي وسيله ثانيه يقنع المجتمع الا عن طريق القتل والذبح هذا هو عمل الشيطان فبيفقد الحجه بيفقد اي اسلوب اللي بيقدر يعني يعكس جمال الله محبه الله طبيعه الله فبيعكسها بالموت والقتل والذبح والكراهية والعنف اللي بتتبلور في حياة الإنسان بصلي من كل قلبي أنه فعلا اليوم أنه ربنا يتعامل معك رح أفتح خطوط طبعا في بعض الهواتف ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ثم نبتدي بالمكالمات التلفونية ابقوا معي اهلا اعزائي انتم تشاهدون ليكن نور وحديثنا عن المحبه ام الكراهيه خليني اخذ المكالمه الاولى من الاخت نهال من انجلترا الاخت نهال من انجلترا اهلا وسهلا فيك تفضلي اخت نهال اتمعن على الهواء تفضلي تفضلي اخت نهال الو <الوانسي> مساء الخير يا حضرة القسيس مساء الخير اهلا وسهلا بقدم تحيه لاخواتي المسلمين اللي بنحبهم من كل قلوبنا على العيد و بشكرك لانك بتقدم حديثك النهارده للمسيحيين قبل المسلمين وده الصادق اللي فيك يا حضره الاسيس ستراني. وانا نفسي اعمل ستريس على نقطه حضرتك قلتها دلوقتي ونحطها كده في برواز ذهب اللي هو الدين اللي يخليني اكره الاخر او خليني ازود واقول الدين اللي يخليني لا اقبل الاخر مش حتى كراهيه انا مش قادره اقبله هو دين ليس من عند الله م. فده حقيقه فعلا تحتاج تفكير عميق من كل مشاهد آه. وأنا نفسي فعلا حضرتك النهاردة موضوعك عن السمر اللي فعلا بيبين سواء المحبة أو الكراهية أنا نفسي أرجع حتى ورا شويه عن السمر يعني ارجع خطوه ما قبل الثمار في بذور يا اسيس نزار نعم. فنوع البذر هو اللي بيحدد نوع السمر وحتى في حياتنا العاديه لو زرعت مانجا لازم احصد مانجا ومش ممكن اتوقع من بذره المانجا فراوله مثلا مع انها حلوه لكن ضد قانون الزراعه في قانون اسمه زرع وحصاد نعم. فالنقطه اللي نفسي اشارك بيها انه اللي انا بزرعه جوايا هو اللي بيطلع ثماره لو انا جوايا محبه الله ديفينتلي وبالتأكيد هيكون برايا محبه للاخرين لانه الانسان مننا عامل زي الكمبيوتر بلغه العصر الحديث خليني اقول وات اي داونلود فيه هو ده المخزون فيه هو ده اللي بيطلع وقت الحاجه ف... أنا فعلاً بقول لو أنت مش قادر تحب أخوك اللي شايفه ما تقولش إنك بتحب الله لأنك الله لا تراه. ده يعني حقيقة تانية سيمبل ما حدش يقدر يقول لا أنا بحب الله بس مش قادر أحب أخويا ده حتى في الإنسانية. ده كذب أنت بتكذب على نفسك لأنه الكلام واضح وصريح مش عايزة أعمل عليه ستريس. سؤالي هنا يا حضرة القسيس حطيت أنت في التتر آية جميلة بتقول وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعض كما أحببتكم أنا ليه قال جديدة مش الوصية دي من البدء الله أحبنا و... وطالب إن إحنا نحب بعضنا ليه قال كلمة جديدة هل علشان بنفس نوع الحب ولا في تفسير آخر طيب شكرا ربنا يباركك. ربنا يباركك شكرا كتير أخت نهال على هذا السؤال الحلو ربنا يباركك طبعا لما بقول وصية جديدة يعني هو فعلا بيعمل ستريس مثل ما حكيتي على المحبة العهد القديم بيتكلم عن المحبة محبة الله أزلية محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة الكتاب يتكلم أحبنا فضلا يعني وأعلن عن هذا الحب لكن بالعهد الجديد ما كانش هذا الحب معلن بشكل يعني واضح الا من خلال تجسد المسيح، تجسد المسيح هو اعلان محبه الله لانه هكذا احب الله العالم، انظروا اي محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله، ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. هذه الوصيه القديمه الجديده هي المتجدده لكن شو المقياس هون بيتكلم على المقياس بيتكلم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا والرب يسوع كم أحب أحب الإنسان لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا وأيضا يقول الكتاب عن هذه المحبة ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه فهذه المحبة مقياسها هو يسوع المسيح وبطالبنا أن نحب بعضنا البعض كما أحبنا المسيح وهذا المقياس هذا اللي الرب بيطالبه محبة المسيح كونوا كاملين كما ان اباكم السماوي هو كامل، بيطلب الكمال، فهذه المطالبه احنا بانفسنا لا نستطيع ان نحب او ان نكون كاملين كما هو، فمن خلال عمل المسيح فينا بيخلق قلب جديد وهذه الطبيعه اللي تحب الاخرين وتقبل الاخرين، ربنا يباركك يا اخت نهال، خليني اخذ مكالمة ثانية من جيمس من الولايات المتحدة أهلا وسهلا أخ جيمز سلام المسيح معك يا أستاذ سلام المسيح معك أهلا وسهلا يا أخ جيمز تفضل أنا أشكرك جدا على هذا البرنامج ولا أريد أن أعلق على هذا البرنامج لأن الذي الدين الوحيد لو سميناه مجهز الدين الذي علم القرآن والإسلام. الاسلام. أنا لا أقول على برنامج كثيرا إنما أريد أن أصل إلى مستوى دار شاهين هناك عيد في المسيحية كيفور عيد قديم يعني مم. هل وهو هل هو اسمه شنو العاشوراء عند المسلمين أم لا طبعا هذا الكلام أنا لم أفهمه جيدا أه كذلك اريد ان تسلي على الدكتور رياض صندار الدار بس هذا هو السؤال يعني وشكرا طيب لي. يعني خليك معي اخ جيمس انت راح نرفعك بالصلاه اخ جيمس طبعا وكل الأحبة أنه نرفع جيمز بالصلاة لكن سؤالك أنت بتتكلم عن الفتور المحبة الفاتري يعني كفور يا آه فتور آه لا أنا أقصد كيفور ارتفور في في الابرو مش عارف كفاره ولا ايه اه الكفاره انت يعني, يعني الكفاره إيدة. 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 إيه. هو عمل أه المسيح إيدة. على الصليب لانه بحبك وبحبني اما يا <applause> لا اقصد ايد اليهود القديم اللي كانوا يسموه كيفور او كفاره اه عيد الكفاره ايوه اوكي فهمت عليك عيد الكفارة هل هو هو لا عاشوراء لا بيختلف كليا عند احبائنا الشيعه م. هي ذكرى تختلف كليا يوم الكفاره كان بعيدو اليهود بصوموا طبعا كل اليوم وفي هذا اليوم بيدخل رئيس الكهنه مره واحده الى قدس الاقداس وبكفر عن نفسه يعني وخطيه يعني كل يوم الشعب اليوم العاشر من شهر سابع ايوه انا عارف لكن عاشوراء بيختلف عن اليوم العاشر اللي بيتكلم عنه يوم الكفاره كل يوم بيختلف اوكي لا لا انا لا انا دم... كلام لم مختلف بس ما يعني كانوا يصومون العاشوراء الجاهليه حتى قبل الاسلام وبتالي... لا طبعا احنا بنتكلم آه. على يوم الكفاره هذا قانون الهي وضعه في سفر واجه. الشريعه وطلب من موسى انه في هذا اليوم يكون في صوم في تزلل وانه الكامل آه، 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 آه. بيقدم عن نفسه وعن كل الشعب في هذا اليوم، لكن بيختلف كليا. شكرا كثير اخوي جيمس، شكرا ربنا يباركك اوكي اهلا أصلي علينا يعني شكرا وصلي على جنوب السودان آه. وسوريا والسودان وكل الاماكن احنا بنصلي فعلا أخوي بنصلي ربنا يباركك اخوي، بنصلي. اوكي يلا فعلاً. سلام. خليني أخذ مكالمة من سارة الأخت سارة من كندا تفضلي أخت سارة أخت سارة أهلا وسهلا تفضلي أوكي فقدنا المكالمة خليني أقول أحبائي أن الكتاب المقدس بعلم بكل وضوح قال يسوع في الذي يبغضني يبغض أبي أيضاً يسوع المسيح واضح انه كان يبغض التزييف كان يبغض الكذب كان بيبغض الرياء وطبعا يعني وهكذا في كثير اشياء الرب بيبغضها يعني مكتوب في سفر المزامير وسفر الامثال بيتكلم عن سبع خطايا انه الرب بيكرهها واضح انه كل المرجع مصدر واحد وجه الرب ضد فاعلى الشر. بتعرفوا حتى بولس الرسول كان عنده ما يسمى الغضب المقدس، في احد الايام وبخ ساحر اسمه عليم الساحر وقال له انت ابن الهلاك، ابن الشيطان. فلانه كان بيعمل اعمال شيطانيه سواء من العرافه، من السحر، من اي امور اخرى هي عمل شيطاني ايضا. والرب يسوع تكلم بكل وضوح انه المحبه فلتكن بلا رياء، واما المحبه فلتكن بلا رياء على طول بقول كونوا كارهين الشر ملتصقين ملتصقين بالخير. هذه الوصيه الالهيه. في رساله رسول بولس الى اهل روميا مكتوب لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. الرب يسوع قال في انجيل يوحنا الاصحاح الثالث بقول: وهذه هي الدينونه ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره. بعدين بكمل بنفس المسار مكتوب لان كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله لأنه تبتدي مثل ما ذكرت في القلب الأفكار الشريرة الكراهية القتل الداخلي لكن لما بيجي نور المسيح بيوبخ هذه الأعمال ولا تشتركوا في أعمال الظلمة بل بالحر وبخوها وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أنها بالله معموله هذه هي وصية يسوع المسيح. خليني آخذ مكالمة أيضاً من أخت سارة. أه طيب مرة ثانية فقدنا المكالمة. أه خليني أكمل في نفس سياق الحديث إنه فعلاً فعلاً إنه ثمر الإنسان ببين بكل وضوح إذا الإنسان شهادته حياته تعكس نور المسيح أو بتعكس الظلمة وفصل الله بين النور والظلمة الرّب يسوع قال أنا هو نور العالم وقال أيضا للمؤمنين أنتم نور العالم هذا النور طبعا حتى نستمده من يسوع المسيح حتى نعكس هذا النور للآخرين هذا النور اللي بمجد الله بيعكس نور بيعكس محبة بيعكس تسامح بيعكس كل ما هو الرب بيطلبه من منا خليني أخذ المكالمة مرة ثانية صار سارة أهلا وسهلا فيك أخت سارة تفضلي أيوة أهلا بك أخ أنا كنت بتابع الحقيقة المثل اللي قلته عن شخص تعرفه إنه بعد كان شخص محب تدريب على نفسه بيكره نفسه قاعد لوحده بيكره, بيكره حتى أمه فكر في القتل فسألت الحقيقة نفسي سؤال مهم إذا إذا حد يؤمنني إن أنا أقتل الآخر لأنه مختلف عني فبيناصفه بإيه؟ هيبقى قاتل. فهل يعني إذا الواحد قاعد يفكر قبل ما يقبل الأفكار الأتقاء السوء ويتبعهم المفروض يفكر مع نفسه. هل يعقل إنه الله يكون شخص قاتل؟ حاشا وكلا. مكتوب عندنا في الإنجيل إنه الله نور وليس فيه ظلمة البتة. ولما بقارن كده بالإله اللي أنا بعبده كشخصه مسيحيه الحقيقه اكتشفت قد ايه هو بيحبني ويعطيني ده هو مات علشان انا احيا اله العكس تماما اله ايجابي يعطي ولا يطلبني ولا يطالبني او ياخذ مني شيء آه. الله اعطاني السماء لانه هو مات عشاني مش ما امرنيش اقتل غيري علشان اروح السماء بالعكس لما عرفت قد ايه ربنا بيحبني انا احب الاخرين حاولي في اي مكان اروحه بغض النظر عن جنسهم او مم. لونهم او سنهم او حتى دينهم الله نور ومحبه أيوه. الله يعطي الحياه لا يهدمها ولا ياخذها وده يسمع مني لما اعرف الاله الحقيقي ببقى عايز ابني المجتمع وادي الخير في كل مكان مش انهي الحياه واقتل الاخرين. فعلا شكراً يعني شكرا كثير بشكرك من كل القلب على هذه المداخله ربنا يباركك يا اخت ساره فعلا الكتاب بيقول ان احببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم اليس العشرون يفعلون هكذا لا يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق مثل ما قالت سارة فعلا المحبه والنور هي طبيعه الله فنحن نعكس نور الله ونعكس محبه الله في حياتنا خليني اخذ كمان مكالمه هاي المكالمه من بنت الرب من مصر بنت الرب من مصر اهلا وسهلا بنت الرب تفضلي يعني من فضلك على الهاتف اهلا قدرت الاسئله انا بحب ان انا اجاوب على السؤال اللي حضرتك النهارده عنوان الحلقه المحبة أم الكراهية كتابنا المقدس بيعلمنا البغضة أي الكراهية تهيج خصومات أما المحبة تستر كل الذنوب زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة بدون المحبة مش هنقدر إن إحنا نكسب بعض والمحبة ده ما هوش شيء سهل بعمل إلهي بغير قلوبنا المكان ان ما كانش الله يغير قلوبنا بعمل روح القدوس مش هنقدر نحب بعض م. لازم نحب الله اولا عشان نقدر نحب بعضينا بعض ونكره الشر والخطيه لانه الكراهيه هو عمل من عند ابليس فالنقطه الاولانيه المحبه ده شيء الهي لازم نتوب ونرجع للرب عشان يملا قلوبنا م. بالمحبه النقطه الثانيه بسرعه الكتاب بيقول طلبت من بينهم رجل يبني جدار ويقف في الصغر امامي عن الارض وانا بعتبر دي وظيفتنا او المفروض تكون فعل <applause> قلوبنا في هذه الايام أن المؤمنين يصلوا يقفوا في الصغر من اجل البعيدين من اجل <applause> اللي هم حتى الان لم يختبروا عمل الرب في حياتهم. <applause> والرب يقدر يغير واشكر الله من اجل عمل روح القدس في هذه الايام آمين. فعلا روح الله بيعمل وبيغير امين شكرا كثير شكرا كثير يا اختي ربنا يباركك يا بنت الرب شكرا جزيلا آه خليني اخذ مكالمه اخرى من بنت الرب آه اهلا بنت الرب تفضل انت معنا على الهواء آه اسف منى تفضلي من انت معنا على الهواء آه، اوكي في صار انا كان في اسال بالنيابه عن اخوتي المسلمين يعني في كثير من المسلمين معتدلين نعم مش كلهم يعني بيكرهوا او شيء في كثير طيبين لهدول المعتدلين والطيبين كيف يهربوا من الكره؟ كيف ايش عمليا يعملوا؟ نعم آه، ايش عمليا يعملوا مشان يهربوا من الكره؟ طيب أم. اوكي شكرا كثير اخت منى انا راح اجاوب على هذا السؤال طبعا مثل ما ذكرت انه يعني ممنوع منعا باتا نعمل اي شيء فيه تعميم الله خلق الانسان على صورته في صوره ادبيه في داخل الانسان في شيء بقلبه وضع الابديه في قلبه اللي بتخليه فعلا يطلب الرب وعاوز يحب الرب لكن شو ال الشيء اللي بيقرأوا أو اللي بيتبعوا هذا اللي بيعكس فعلا حياة هذا الإنسان اللي عاوز أقوله باختصار يا أخت منى لأنه الوقت فعلا أزف معناش وقت كتير وأنا بتأسف كمان أحباء اللي شاف أسمائكم على على خطوط التلفون إذا ممكن المرة القادمة ممكن تتواصلوا معي انه هاي الناس المعتدلة كل ما هنالك فعلا انه اذا في بقلبه بحث وعاوز يختبر النور وعاوز يختبر المحبة لازم فعلا يصلي صلاة بكل بساطة يا رب اعلن ذاتك لإلي وانا شخصيا اؤمن كل شخص بدون التحيز عم بيطلب الله مش لانه انا جاي من خلفية او من هذا العادة انا بطلب الله مثل ما انا محتاج الرب بانكسار بتواضع يا رب أنا عاوز أعرفك أنا متأكد أن الرب رح يعلن ذاته لهذا الشخص هذا طبعا رد سريع جدا لأن الوقت أزف أنا بدعوك اليوم فعلا إذا في داخلك أي كراهية قل له يا رب تعال ملقني بمحبتك غيرني غيرني شكلني صلي قل له أنا بتوب عن خطاي وأنا بقبلك في هذا اليوم حتى تكون سيدي ومخلصي بحب اسمع منك